عيدنا إذن إلى موضوع نقاش الظهيرة الإخبارية اليوم، حيث انطلقت رسميا اليوم الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر، والتي سيحاول خلالها المترشحون الثلاثة يوسف أوشيش وعبد المجيد تبون وعبد العالي حساني الشريف، يحاولون إقناع المواطنين ببرامجهم الانتخابية وكسب أكبر عدد ممكن من الكتلة الانتخابية. مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع أسعد باستضافة الأستاذ في القانون الدستوري أستاذ رشيد الوراري. أهلا وسهلا بك وشكرا على تلبية الدعوة. شكرا لك أستاذ، كما أسعد باستضافة رئيس المركز الجزائري للاستشراف الاقتصادي الأستاذ أكرم زايدي. أهلا وسهلا بك أكرم. مساء النور أستاذ، تحية طيبة لك ولضيفك الفاضل وكذلك لكل مشاهدي الكرام. شكرا لك أكرم. أستاذ لوراري، ربما الحملة الانتخابية هي من بين أهم المراحل في الانتخابات. عندما نقول حملة انتخابية نزيهة يعني انتخابات نزيهة، وبصفتك أستاذ في القانون الدستوري، يعني ربما ما هي الضمانات حتى تكون حملة انتخابية نزيهة وشفافة؟ بعد بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية شكرا على هذه الاستضافة. العفو أستاذ لوراري. طبعا لضمان نزاهة وشفافية الحملة الانتخابية تعين تقييد المترشحين المتنافسين الثلاث أو من يمثلهم قانونا بمجموعة من الضوابط التي حددها القانون العضوي رقم 2101 المتعلق بنظام الانتخابات. لما نرجع لهذا القانون نلقى بأنه وضع مجموعة من القواعد، مجموعة من الضوابط التي كما أسلفت يتعين على هؤلاء المتنافسين التقيد بها واحترامها. وأنا شخصيا لما نجي نصنف هذه الضوابط، الضوابط تحت عناوين ثلاث، هي أولا موانع وضوابط زمنية، ثانيا موانع وضوابط خلينا نقول موضوعية تتعلق بموضوع الخطاب الانتخابي، ومواضع أو ضوابط عفوا ضوابط أو موانع تتعلق بالحيز المكاني الذي تتم فيه ممارسة هذه الحملة الانتخابية. نبدأ أولا بالضوابط الزمنية. لما نرجع للقانون العضوي نلقاه في المادة 73 حدد الفترة الزمنية التي تقوم فيها هذه الحملة الانتخابية، وهي طبق المادة 73 من القانون العضوي محددة ب 23 يوم من قبل تاريخ الاقتراع. ولما نرجع للمرسوم المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة يحدد لنا أيضا التواريخ المختلفة. 23 يوم بالنسبة لهذه الحملة، ولكن هذه الحملة في حقيقة الأمر يجب أن تتوقف 3 أيام قبل تاريخ الاقتراع، معناها مرحلة الصمت الانتخابي. هي وندخل فيما يسمى أو اصطلح على تسميته إعلاميا بمرحلة الصمت الانتخابي. ممكن نرجع من بعد ما المقصود وما الغرض من هذا الصمت الانتخابي. إذن ضمنيا طبقا لهذه المادة الحملة مقيدة في الزمن ب 20 يوما، وبالتالي كنتيجة منطقية تترتب على هذا التقييد هو أنه لا يجوز ممارسة هذه الحملة لا قبل انطلاقها ولا بعد انتهاء أي بمجرد الدخول في الصمت الانتخابي، وإلا عد ذلك بمثابة مخالفة للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وأدى إلى قيام الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون. إذن هذا من حيث الزمن. من حيث الموضوع نلقى بأن المترشح وليس حرا في أن يتناول ما يشاء وبالطريقة التي يشاء، وإنما هناك مجموعة من القواعد، مجموعة من ضوابط تحكم مضمون هذا الخطاب الانتخابي. ولذلك لما نرجع للقانون هذا نلقى أن القانون نص على ضرورة امتناع المترشحين عن ما يسمى بخطاب الكراهية أو التمييز. وعندنا في هذا المجال قانون 25/0 قانون 20/05 الذي يتحدث عن جريمة التمييز بكل ما يترتب عنها من نتائج وآثار. إذن هذا الضابط الأول، معنى هذا أن الخطاب الانتخابي لابد أن يبتعد على
كل ما له كل ما له او يؤدي الى احداث نوع من التمييز، نوع من التفرقه، مهما كان طبيعه هذه التفرقه. اثنين، منع استعمال اللغات الاجنبيه، بل ان القانون ينص في احدى مواضيع على ضروره استعمال والتقييد باللغتين العربيه والامازيغيه. طبعا الاشكال هنا قد يطرح ذهبنا انتوس وكذا بالنسبه للجاليه الجزائريه الموجوده في المهجر، خاصه الجيل الثالث والجيل الرابع الى غير ذلك. نظن في هذا المجال يعني بامكان السلطه الوطنيه المستقله باعتبارها هي الهيئه التي تتولى عمليه الاشراف على هذه الحمله الانتخابيه ان تقدم، وقدمت في السابق حلولا في هذا المجال. العنصر الثالث او القيد الثالث او الضابط الثالث وهو منع استعمال اي طريقه من طرق الاشهار بغرض الترويج لهذا المترشح او ذاك. نعم. وهذا طبعا محد القانون اللي هي 72 ساعه بالنسبه للداخل وخمس ايام بالنسبه للخارج. العنصر الرابع اللي هو يمنع اثناء الحمله الانتخابيه النشر اي صبر للاراء. فهمتني؟ وهذا ايضا يدخل في اطار ضمان يعني نزاهه وشفافيه هذه العمليه، وحتى لا يتم ذلك او حتى لا يؤثر ذلك على المتلقي على هيئه الناخبين في هذا الاتجاه او ذاك. عنصر اخر هو منع استعمال منع الاستعمال السيء لرموز الدوله الجزائريه. والمشرع كان وضحنا قال لك الاستعمال السيء بمفهوم المخالفه، احنا كقانونيين نقول بانه معناتها انه بالامكان هؤلاء المترشحين ان يستعملوا هذه الرموز في اطار ما هو محدد لها دستوريا وقانونيا. نعطي لما نرجع للماده 223 من القانون العضوي اللي تتكلم على في حاله مراجعه الدستور لا يمكن المساس بمجموعه من الثوابت بمجموعه من المبادئ اللي هي النظام الجمهوري، دين الدوله، لغه الدوله، الحدود الترابيه والاقليميه للدوله الى غير ذلك. معنى هذا أن المشرع سمح اثناء الحمله الانتخابيه بالتوظيف الايجابي لهذه الثوابت لهذه المقومات في اطار ما يدعم وحدة الشعب الجزائري، في إطار ما يقوي لحمة الشعب الجزائري، في إطار ما يقوي مثل هذه الثوابت مثلا. قال بإمكانه مترشح أن يتحدث عن وضع عن وجود برنامج له إذا وصل إلى رئاسة الحكم لتعميم وتوسيع مثلا استعمال الأمازيغية، تدعيم وتوسيع استعمال اللغة العربية إلى غير ذلك. لهذا إذا العنصر ممكن أو الضابط الثالث اللي هو الامتناع عن استعمال أي حركة أو سلوك أو موقف أو عمل غير مشروع أو مشين. طبعا هذا في إطار أخلاقة ما يسمى بالحياة العامة والحياة السياسية على وجه التحديد. هذه بالنسبة باختصار شديد أنا حاولت ألخصها بالنسبة للضوابط الموضوعية المتعلقة بموضوع الخطاب الانتخابي. باقي ضابط آخر أخير وهو الضوابط المكانية. أو لما نرجع هنا للقانون العضوي ونتفحصه نلقى بأنه منع مثلا استعمال المؤسسات الطابع التربوي، المساجد وغير ذلك من الأماكن التي تشكل إجماعا بالنسبة لمجموعة أفراد الشعب الجزائري، وبالتالي لا يمكن توظيفها أو استعمالها في إطار مخالف لما أنشئت من أجله. هذه هي مجموعة الضوابط. أنا نظن في هذا الإطار إذا تم احترام مثل هذه الضوابط من قبل، وأعتقد بأنه سيتم ذلك هذه المرة. لماذا؟ لأن المترشحين هم ثلاثة، وليس هذا فقط، بل كل مرشح من أولي مرشحين لهما أحزاب حزبين سياسيين يقفان ورائهما ولهما برامج في هذا المجال، وحتى المرشح الحر طبعا تدعمه مجموعة من الأحزاب ومجموعة من التنظيمات والمنظمات المدنية. ولذلك نظن بأن الخطاب في هذه المرة سيكون خطابا انتخابيا برنامجيا، أي في إطار أن كل واحد من أولي المتنافسين يقدم رؤيته أطروحته برنامجه في مختلف المجالات للناخب الجزائري. نعم، شكرا لك أستاذ لوراري. ربما أنطلق من نفس النقطة، ربما الخصوصية التي تميز الحملة الانتخابية هي البرامج، هي أفكار المترشحين. أنت أستاذ زايدي بصفتك رئيس تنظيم اقتصادي داعم للمترشح الحر عبد المجيد تبون، ربما ما هي الأفكار أو الملفات التي تراها ذات أهمية يعني ودفعاتك حتى تدعم المترشح الحر عبد المجيد تبون؟ طبعا أولا بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم هذه الاستضافة طيبة.
للمشاركة معكم في هذا البلاطو، ونحن يعني نتناقش مع بداية الحملة الانتخابية لانتخابات سبتمبر 2024 حقيقة على مستوى المركز الجزائري للاستشراف الاقتصادي وتطوير الاستثمار والمقاولاتية كتنظيم جمعوي كتنظيم اقتصادي، قرر مساندة ودعم المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون. السيد عبد المجيد تبون الذي كان رئيسا للجمهورية في العهد الانتخابي 2019-2024، هذا القرار كان قرار جماعي وتم الفصل فيه يوم أمس من طرف مجلس المركز كتنظيم جمعوي اقتصادي بناء على عديد يعني الأسباب. أولى الأسباب أنه نحن واكبنا في العهدة الرئاسية للسيد عبد المجيد تبون 2019-2024 واكبنا عديد الإصلاحات الاقتصادية التي طالب بها المركز الجزائري للاستشراف الاقتصادي، وطالبنا بها كنشطاء من الطبقة الاقتصادية قبل تقلده الحكم سنة 2019. عديد الملفات الاقتصادية ابتدأ الإصلاح فيها على غرار ملف الاستثمار، على غرار ملف المقاولاتية، على غرار ملف المالية. هذا القرار الذي اتخذه التنظيم الاقتصادي المركز الجزائري للاستشراف الاقتصادي بدعم ومساندة المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون، وهو يأتي في إطار أولا أدوارنا كتنظيمات مجتمعية، خاصة أنه السيد رئيس الجمهورية في عهدته الانتخابية 19-24 اليوم هو مترشح حر، كان قد التزم بعديد الالتزامات المصلحة للملفات الاقتصادية أساسها تطهير المجال التجاري، كذلك اعتدال العمل على اعتدال مناخ الاستثمار. هذا ما تجسد حقيقة السنوات الأخيرة بعد يعني إصلاحات قانونية، بعد إصلاحات مؤسسية، بعد إصلاحات شرعية، صدور قانون استثمار جديد، صدور كذلك قانون العقار الاقتصادي، صدور قانون للصفقات العمومية، عدل القانون القديم، كذلك تعديل الإطار القانوني لقانون النقد والقرض بعد سنوات طويلة لم يتم إصلاح هذا القانون منذ 1991، تحولات اقتصادية كبيرة كان لزاما نتوجه إلى إصلاح هذا القانون، قانون النقدي والمصرفي، وهو ما كان نهاية سنة 2023. إذن بناء على عديد ما واكبناه من إصلاحات اقتصادية كانت مطلب للطبقة الاقتصادية، كان القرار بمساندة المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون. حقيقة لا تزال هناك يعني طموحات، وهذا ما نأمل إليه كتنظيم اقتصادي لمواصلة مشوار الإصلاحات الاقتصادية، لأنه قناعتنا على مستوى المركز أنه هناك حقيقة إصلاحات اقتصادية جسدت بناء على التزامات المترشح الحر حيث كان أنذاك يعني رئيسا للجمهورية، ونطمح لمواصلة هذه الإصلاحات، لأنه حقيقة لا تزال هناك عديد الإصلاحات نطمح إليها، منها إصلاح القانون البلدية وقانون الولاية كقانونين مهمين في شأن الاقتصادي، بحكم أنه نتحدث عن الإصلاح الاقتصادي، نتحدث عن إصلاح الملفات الاقتصادية، التنمية الاقتصادية الشاملة ترتكز على التنمية المحلية. من هو محرك التنمية المحلية؟ هم الجماعات المحلية، من خلال يعني الإصلاح القانوني لقانوني البلدية والولاية يمكن أن نتوجه إلى تنمية محلية. سيد عبد المجيد تبون المترشح الحر لرئاسيات سبتمبر 2024 كان في الأيام القليلة الماضية من خلال خرجته الإعلامية أشار أنه سيترشح باسم المجتمع المدني وكذلك والشباب، ونحن كتنظيمات مجتمعية كجزء فاعل من فعاليات المجتمع المدني المختصة في الشق الاقتصادي قررنا مساندة المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون بناء على مسار الإصلاحات الاقتصادية المتعلقة بملف الاستثمار، ملف المقاولاتية، كإصلاحات قانون كذلك قانون المقاول الذاتي كإطار قانوني جديد أتاح الفرصة للشباب، لأنه اليوم تحمل الشباب لمسؤولياته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وركز على تحمل مسؤولياته الاقتصادية، لن يأتي هكذا. لا يمكن مطالبة الشباب بتحمل مسؤولياته الاقتصادية في ظل يعني مناخ أعمال غير مواتي، ولكن كان هناك يعني خطوات لوضع بيئة الأعمال المواتية للشباب بتحمل مسؤولياتهم الاقتصادية بعد وضع الإطار القانوني للمقاول الذاتي، وكذلك خلق صندوق خالص بتمويل المؤسسات الناشئة لتجسيد تلك الأفكار الاقتصادية لدى الشباب، كذلك إصلاح متعلق بالوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية كإطار مؤسساتي يعني يمول أفكار الشباب لاستحداث مؤسسات مصغرة، ناهيك عن
إصلاح قانون الاستثمار الذي أصبح اليوم مستقر لمدة 10 سنوات. إذن اليوم أصبحنا نتحدث عن آفاق الاستثمار 2022-2032. إذن كتنظيم اقتصادي سنسعى من خلال دعمنا ومساندتنا لهذا المترشح الحر من خلال زيادة نسبة الوعي لدى الطبقة الاقتصادية. أنا أعود إلى هذه النقطة أكرم بالتفصيل، يعني كيفية كيف ستقنعون الشباب، لكن قبل ذلك أستاذ لوراري بصفتك يعني أنت الآن خبير يعني في الانتخابات، في الحملات الانتخابية، ربما ما هي أبرز التجاوزات التي يمكن أن يقع فيها المترشحون، والآن القانون أصبح صارم يعني يعاقب حتى بالحبس وغرامات مالية كبيرة إذا قام بها المترشح؟ المترشح ومن يمثله ومن يمثله. أن ما نرجعوا للقانون يعني نلقاو تناول جميع الجوانب، وخاصة كاين جانبين أساسيين. الجانب الأول هو الجانب المالي، باعتبار أن التمويل هو كيف يقولوا عنصر أساسي وفعال في أي حملات انتخابية. لا يمكننا الحديث عن حملة انتخابية ناجحة مستعملة لآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال الإعلام والاتصال إلى غير ذلك دون تمويل مالي، توفر هذا العنصر المالي. ولذلك المشرع يعني كان متشددا إلى درجة لم تعرفها الجزائر من قبل في هذا المجال، وربما هذا عنده مبرراته. لماذا؟ لأنه إلى وقت قريب كان المال الفاسد هو الطاغي، وحتى المناصب على مستوى الهيئات المنتخبة كانت تباع وتشترى. ما نرجعوش للجوانب هذه التاريخية، لأنه مليح ننظر في الأتروفيزر، ولكن ما لازمش توقفوا، لازم ننظر دائما للمستقبل. لذلك لما نرجع للقانون العضوي نلقاه في هذا المجال نصوص قانونية واضحة وصارمة، سواء بالنسبة لي مصادر التمويل أو بالنسبة لكيفية التسيير الجانب المالي في الحملة الانتخابية، أو بالنسبة للمخالفات التي قد تترتب على هذا الجانب. طبعا التفاصيل ما تهمش بزاف المشاهد باش يعني ندخلوا فيها. إذا الجانب هذا مهم. الجانب الثاني وهو المتعلق ب من جهة نظري المتواضع المتعلق بالحملة الانتخابية، بخطاب الحملة الانتخابية. قلنا بلي المشرع وضع مجموعة من القيود، مجموعة من الضوابط، مجموعة من القواعد، مجموعة من الآليات يتعين على الخطاب الانتخابي أن يخضع لها، حتى يكون هذا الخطاب الانتخابي فعلا خطابا سياسيا راقيا يصل أو يضمن أو يعبر عن طموحات وأمال ورغبات الجماهير الشعبية، وليس الناخبة فقط. أنا نتكلم بصفة عامة يعني المجتمع ككل، لأنه يعني معني بالعملية الانتخابية التي تندرج في إطار ما يسمى بالانتقال الديمقراطي، وأن هناك مجموعة من السلبيات طبعت هذه العملية، هذه الحملة ترجمت في شكل تجاوزات سواء من قبل هؤلاء المترشحين أو بالنسبة لممثليهم القانونيين أثناء سير هذه العملية الإعلامية التي ترمي إلى التعريف المفروض ببرنامج هذا المترشح في مختلف المجالات. قبل شوية كنا نستمع لأحد يعني المتتبعين للشأن الاقتصادي وعبر من خلال مداخلته على ما يراه ملائما عن طموحاته من أمل. ولذلك فالخطاب الانتخابي يجب أن يتركز من وجهة نظرنا المتواضعة على ما يقدمه هذا المترشح من أطروحات، من آراء، من أفكار، من تصورات، من غايات يرجو الوصول إليها أو تجسيدها وتحقيقها في حالة ما إذا وصل إلى منصب رئيس الجمهورية. لأنه الغرض من أي يعني ما يميز التنظيمات السياسية عن التنظيمات والمنظمات الأخرى الموجودة داخل المجتمع هو أنه أي تنظيم سياسي لما الغرض منه هو الوصول إلى السلطة، إما بمفرده أو مع مجموعة أخرى. بغرض ماذا؟ بغرض ترجمة ووضع برنامجه المتكامل في مختلف الجانب موضع التنفيذ موضع التطبيق. ولذلك يعني لما نرجع نلقى بأن المشرع عطل هذا الخطاب الانتخابي. ولذلك فانطلاقا من ماذا؟ انطلاقا من أننا شفنا كما ذكرت أنت في سؤالك في مراحل تاريخية معينة كانت هناك عدة انحرافات. أكيد. لما نتكلم على الجانب المتعلق بالحملة الانتخابية
عشنا في مراحل معينة ملصقة في جميع الأماكن، في السجار، سمحي لي على التعبير، في السجار، في الحجر، في كل مكان. صحيح. مثل هذا السلوك هو سلوك في الحقيقة غير حضاري، لا يشرف مجتمعا كمجتمع فتي جزائري يسير بخطى حثيثة على طريق بناء هذه الديمقراطية الفتية. الآن أصبح القانون يعاقب. نعم. الآن القانون يعاقب. بلت أنا كان طرح علي سؤال من إحدى القنوات، في حالة ما بدينا، في حالة ما إذا مرشح معين أو ممثل لهذا المتاح لم يحترموا مثلا بانو دو بيبليسيتي، لأنه في كل دائرة انتخابية هناك أماكن مخصصة لعملية إلصاق هذه الملصقات إلى غير ذلك. ما هي النتيجة؟ طبعا القانون يرتب آثار، هذا بالنسبة للبانو دو بيبليسيتي، يعني أي واحد ما يحترمش الحيز الإشهاري المخصص له ويعتدي على حيز إشهاري هو لمرشح آخر، القانون يعاقب. أبسط عقوبة اللي هي عقوبة مالية من 20,000 إلى 50,000 دينار جزائري. نفس الشيء بالنسبة لكل العمليات. لهذا نقول بلي إذا كان المشرع قد تشدد في بعض هذه الجوانب، فالغرض من ذلك ماذا؟ هو ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، واحد، واثنين تجسيد فكرة المساواة وفكرة أيضا تكافؤ الفرص بين هؤلاء المترشحين. لماذا؟ لأن احنا شفنا في الواقع العملي في كثير من الأحيان ما تكون هناك تجاوزات. تكلمت على هاد لي بانو دو بوبليسيتي، نقدر نتكلم على كل الأمور الأخرى. نعم، سنتحدث التجاوزات. نعم. اللي موجودة في هذا المجال. نعم. ولذلك وأكثر من هذا عندنا السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أصبحت هي المسؤولة الأولى والأخيرة. بكري كانت العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها تشرف عليها الإدارة، ولما نقولوا الإدارة، الإدارة هي مجموعة من الأشخاص، لكل شخص ربما انتماءاته إلى غير ذلك، عواطفه، ميوله إلى غير ذلك، هذه الأمور التي قد تؤثر على نشاط. الآن عندنا سلطة مستقلة واضحة. أنا دائما نقول باللي ما يضمن نزاهة وشفافية هذه السلطة هي أنها أولا مستقلة عضويا، لا تنتمي، من بين الشروط المنصوص عليها للعضوية في هذه السلطة لا تكون منتمية لأي حزب سياسي خمس سنوات قبل تعينك في هذا المنصب، واحد. تني مستقلة وظيفيا أيضا، وسندت لها مهمة الرقابة على هذه العملية، وليس الرقابة بل التخطيط والرقابة على العملية الانتخابية. وانتزعت. نعم. هذه العملية من الإدارة اللي كانت تشكل طرفا وخصما في نفس الوقت. نعم. ربما أستاذ زايدي باختصار فقط، كيف ستقومون بتحسيس الشباب وحتى الطبقة الاقتصادية لتحقيق مشاركة كبيرة في الانتخابات الرئاسية المقبلة؟ جيد، هو سؤال جد مهم. أولا نقول أنه دعمنا ومساندتنا للمترشح الحر سيد عبد المجيد تبون جاء. نعم. بناء على أرقام، كون أنه نحن اقتصاديين نتحدث عن نسبة نمو قبل سنة 2019 نسبة نمو سلبية، اليوم الحمد لله نسبة النمو إيجابية، جاءت نتاج إصلاحات اقتصادية، نسبة نمو إيجابية بلغت 4.2%، كذلك ارتفاع الدخل الخام الذي قارب 260 مليار دولار، ناهيك عن احتياطي الصرف الذي ارتفع إلى 70 مليار دولار. إذن أرقام إيجابية مهمة تحققت في هذه العهد الرئاسي. إذن من خلال لغة الأرقام التي استندنا إليها في دعم المرشح الحر سنخاطب الطبقة الاقتصادية من خلال هذه الأرقام الإيجابية، لأنه الاقتصادي يتحدث بلغة الأرقام. عن قضية كيفية التوعية والتحسيس، لأنه اليوم كتنظيم اقتصادي سنخاطب الطبقة الاقتصادية، ورب العمل أو رئيس المؤسسة لا يمثل نفسه هو فقط، لا يمثل عائلته هو فقط، ولكن يمثل عماله، يمثل موظفينه. إذن سنتحدث مع رؤساء المؤسسات، سنتحدث كذلك مع أرباب العمل بأهمية توعية عمالهم وموظفيهم بالتوجه لتعزيز هذا المسار الديمقراطي، لأن اليوم نتحدث عن السيادة الوطنية، لا يمكن تعزيز السيادة الوطنية باقتصاد هش، ولا يمكن التحدث عن تعزيز للمسار الديمقراطي بلا تحمل للمسؤوليات. اليوم تحمل المسؤوليات عند المواطن البسيط، عند رئيس المؤسسة، عند الموظف، عند مختلف شرائح المجتمعية. إذن اليوم الطبقة الاقتصادية من خلال اللقاءات التي قمنا بها واعية بأهمية المسؤولية التي ملقاة على عاتقها، حتى رؤساء التنظيمات الاقتصادية واعون بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم في مواكبة هذه المحطة الديمقراطية الهامة التي ستعزز
المسار الديمقراطي والتي بالأكيد ستعزز مسار الإصلاحات الاقتصادية، لأنه حقيقة اليوم نتحدث عن الطبقة الاقتصادية تطمح إلى انتعاش اقتصادي، تطمح كذلك إلى شفافية أكثر في معالجة الملفات الاقتصادية، وهذا ما عشناه في العهدة الرئاسية 19-24، لأنه إصلاح ملف الرقمنة لإضفاء شفافية أكثر كان خطأ خطوات جد مهمة، كذلك الإصلاح القانوني المتعلق بالاستثمار ببعث الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار التي سجلت اليوم ما يقارب 8000 مشروع استثماري، وكذلك إصلاح قانون العقار الاقتصادي هو من بين مطالب الطبقة الاقتصادية. إذن عديد المطالب التي كانت ترافع عليها الطبقة الاقتصادية من منظمة أرباب عمل، من جمعيات مهنية، من تنظيمات اقتصادية تحققت، ولكن لا يزال الطموح لإصلاح مختلف القوانين الأخرى ومختلف الملفات الأخرى التي يمكن بها تطهير الملف الاقتصادي وتطهير المجال التجاري، خاصة ملف الصادرات خارج المحروقات الذي لن يصلح ولا يمكن رفع قيمة الصادرات خارج المحروقات إلا من خلال مرافقة المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين، ولا يمكن كذلك المحافظة على الطبقة الشغيلة وتوفير مناصب شغل إلا بمرافقة المتعامل الاقتصادي الذي هو آلية حقيقة في استراتيجية الوطنية للدولة للقضاء على البطالة وكذلك خلق الثروة. نعم، شكرا لك الأستاذ أكرم زايدي رئيس المركز الجزائري للاستشراف الاقتصادي، شكرا على كل هذه التوضيحات. العفو. رهان الكبير أمام المترشحين 3 لاستقطاب أكبر عدد من الناخبين. إذن أسعد باستضافة الآن وينضم إلينا في البلاتو مدير ديوان المترشح لرئاسيات عن الأفافاس سيد إبراهيم مزياني، أهلا بك وشكرا على تلبية الدعوة. أهلا بك، شكرا لك على الاستضافة، وعبرك نحيي جميع المشاهدين والجميع الجزائريين والجزائريات. شكرا لك سيدي، كما أجدد ترحيبي بالأستاذ في القانون الدستوري الأستاذ رشيد اللوراري، أهلا وسهلا بك مجددا. سؤالي موجه إليك أستاذ مزياني، كما ذكرت في المقدمة يعني الرهان الكبير أمام المترشحين اليوم هو ضمان أكبر نسبة من المشاركة في الانتخابات الرئاسية، ربما ما هي خطة الأفافاس جبهة القوى الاشتراكية لإقناع المواطنين من أجل الانتخاب بقوة في 7 سبتمبر؟ شكرا لك. لكل حال حنا كحزب الأفافاس ومرشحنا رفيق يوسف أوشيش عندنا برنامج ثري اللي عبره نريد أن إقناع الجزائريين والجزائريات للمشاركة لهذه الانتخابات. اليوم يجب أن نروح في حملة باش نقول للجزائريين والجزائريات بأن التغيير ممكن عن طريق الصناديق، لأنه كثير من للأسف الجزائريين والجزائريين فقدوا الثقة في الانتخابات، هذا ما أدى إلى العزوف عن الانتخاب، لأنه كي ينتخب وما كانش تغيير يقول لك يعني ما كانش أي فائدة من هذه الانتخابات. إذن من واجبنا على كل حال ليس فقط الأحزاب السياسية، هذا من واجب حتى الجمعيات والمجتمع المدني والشخصيات باش يقنع الجزائريين حتى السلطات بأن الانتخابات هي وسيلة حضارية يمكن عبرها إحداث التغيير، ويمكن عبرها أنه نوفر للجزائريين والجزائريات لا سيما الشباب منهم، لأن الجزائر بلد شاب، أنه المستقبل تاعهم يقدر يجي عن طريق هذه الانتخابات. هذا هو يعني الرهان تاعنا الأساسي. يعني ستقنعون المواطنين من خلال البرنامج الانتخابي، ما هي نقاط القوة في برنامج الأفافاس؟ على كل حال الأفافاس جاء ببرنامج انتخابي ثري يمس كل المجالات سواء كان السياسية الاقتصادية الاجتماعية وحتى الثقافية. إذن في الجانب السياسي احنا من الاقتراحاتنا الأساسية على كل حال قدمنا برنامج في نهار السبت في قاعة ابن خلدون، وين تعرض المرشحنا رفيق أوشيش إلى النقاط الأساسية لهذا البرنامج. إذن في المجال السياسي مثلا نحن قلنا لازم فتح مجال سياسي والإعلامي ورفع جميع القيود المفروضة على الحقوق. اليوم كاين بعض القيود، كاين بعض القوانين اللي تحد من حريات في الجانب السياسي، احنا المرشح تاعنا يتعهد باللي يلغي جميع هذه القوانين وحتى كل القوانين التي تقيد من حريه الجزائري بما فيها الماده 87 مكرر من قانون العقوبات، لانه هذا هو حديث العام والخاص. احنا ايضا باش من بين الاقتراحات تاعنا انه يجب ان يكون هناك اصلاحات عميقه فيما يتعلق بالجماعات المحليه.
اليوم لازم يكون تقسيم إداري جديد وين يكون البلديات جديدة، لأنه باش يحس المواطن أو يشارك في التسيير اليومي لشؤونه، وأيضا عبر إلغاء تعديل لا سيما قانون البلدية وقانون الولاية، أين نعطي أكثر صلاحيات لرؤساء المجالس الشعبية والبلدية، لأنهم الانترلوكيتور كما يقول، يعني هم راهم في الواجهة، هم مع المواطن. وأيضا باش نعطي أكثر فعالية وأكثر دور أكبر للمجتمع المدني باش يكون هناك تسيير تشاركي، لانه اذا كان شفتي هضرتي على العزوف الانتخابي، كاين في الانتخابات البلديه ربما هي انتخابات وين كاين مشارك اكثر في بعض البلديات، لانه المواطن يحس كي ينتخب على رئيس البلديه هذاك كاين تغيير في يومي اليومي، يعني الحياه اليوميه تاعو في التنميه. اذا نحن قلنا لازم يكون هناك للجزائر البركية هي قاره، هناك بلديات وين كاين 20,000 مواطن، ما يقدرش رئيس بلديه يسير 20,000 مواطن، لازم هناك على كل حال كاين هناك ولايات جديده شيء يعني شيء مليح، لكن لازم نروحوا لانشاء بلديه جديده وولايات اكثر لا سيما في الشمال. نعم. وين كاين كثافه سكانيه كبيره. نعم، شكرا لك سيدي. ينضم الينا الان عبر الهاتف سيد فاروق طيفور، عضو المكتب التنفيذي الوطني لحركه حمص. مساء الخير سيدي. مساء النور، تحيه لك ولضيوفك الكرام ولمشاهدي قناه الشروق. شكرا لك أستاذ طيفور. بداية يعني أمامكم ربما رهان كبير لإقناع المواطنين من أجل الانتخاب في رئاسيات 7 سبتمبر، ربما ما هي خطة حركة حمص لتحقيق أكبر نسبة مشاركة خلال الرئاسيات القادمة؟ نعم، على كل حال اليوم هو اليوم الأول من الحملة الانتخابية، بدون أدنى شك أن حركة مجتمع السلم من خلال اليوم الأول بعد سلسلة من اللقاءات اللي كانت مع المواطنين في مرحلة التوقيعات، بدأنا اليوم يعني على مستوى كل ربوع الوطن لإعطاء صورة جديدة للانتخابات والدفع باتجاه المشاركة القوية للجزائريين، على اعتبار أننا نعتبر هذه الانتخابات فرصة للجميع، للوطن، فرصة للمناضلين، فرصة للأنصار، فرصة للشعب الجزائري، لأن هذه الدورة أو هذا الاستحقاق هو استحقاق دوري يأتي في 5 سنوات مرة، لذلك لابد بالنسبة إلينا نحن وإلى الشعب الذي يعني ناصر مرشحنا حسن شريف عبد العالي ووقع له يعتبر هذا فرصة كبيرة وكبيرة جدا لابد أن نشتغل عليها. اليوم انطلقنا من رمزيات مهمة ومهمة جدا في العاصمة، كما انطلقت الحملة الانتخابية في كل ربوع الوطن من رمزيات ولائية وعمل جواري على مستوى المقاهي على نعم. اليوم مثلا نحن يعني أعطينا يعني رمزية للهوية الدولة الجزائرية التي نعم. نطمح إلى يعني تجسيدها واستكمال مشروعها وفق بيان أول نوفمبر من خلال زيارة بيت الياس دريج، البيت الذي عقد فيه اجتماع المجموعة 22 وكتب يعني فيه واتفق فيه على بيان أول نوفمبر الذي يحدد الهوية تاع الدولة الجزائرية، وأيضا يعني يعطي أبعاد للشعب الجزائري والتطلعات تاعه منذ ذلك التاريخ إلى اليوم، وأيضا يعني درنا زيارات للمقام الشهيد وأيضا لساحة الحرية على اعتبار أن ترشح عبد العالي حسن الشريف في هذه الانتخابات يرفع فيه لواء أيضا الحرية والديمقراطية والتعددية التي ما تزال إلى اليوم للأسف الشديد يعني تتعرض كل مرة إلى ربما إلى التأجيل، ونحتاج إلى فعلا إصلاح سياسي حقيقي في هذا المجال. وتوجهنا بعد ذلك إلى يعني البريد المركزي في إشارة إلى أن هنالك عديد الأهداف والتطلعات للحراك الشعبي العملاق الذي كان في سنة 2019 واللي للأسف الشديد ما تزال مؤجلة، ففرصتنا اليوم هو لاستكمال تلك يعني تطلعات الشعب الجزائري في هذا الاستحقاق الثاني بعد الحراك الشعبي سنة 2019، ثم بعد ذلك في تجوال مع المواطنين إلى شارع العربي بالمهيدي وما يعني وساحة الحرة ساحة يعني الأمير عبد القادر في دلالة على ارتباط الأمة بالدولة والدولة بالأمة، ثم في تجمع وعمل جواري هام جدا في ساحة الشهداء بمقابل
نادي الترقي، حيث أعلن فيها يعني المترشح عبد العالي حسن شريف عن عديد القضايا المهمة، وختمها في العاصمة بزيارة لميناء الجزائر، حيث كشف عن الإصلاح الاقتصادي الذي يتضمنه برنامج فرصة في مجالات عديدة وعديدة جدا. نعم، شكرا لك أستاذ تيفور فاروق، عضو المكتب التنفيذي الوطني لحركة حمص. إذن أستاذ لوراري، يعني المترشحون الثلاثة دخلوا بقوة في الحملة الانتخابية، هل تعتقد بأنهم سينجحون فعلا؟ أننا ما نشوفوش نسبة العزوف في المشاركة في الانتخابات اللي كنا نشوفوها في الانتخابات السابقة. ذلك ما نرجوه، لأنه نجاح هؤلاء المترشحين من وجهة نظري المتواضعة هو نجاح للجزائر ككل، ونجاح لهذه التجربة الديمقراطية الرائدة التي تسير كما قلت في بداية هذه المداخلة بخطى حثيثة. ولعل أكبر دليل على ذلك هي الإصلاحات اللي كنا نتكلم عليها، خاصة بالنسبة للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. لأنه خليني نقول لك أنه الانتخاب، ربما احنا الانتخاب في الدول المتطورة، في الدول الراقية، في الديمقراطيات العريقة، هو الأداة أو الوسيلة الدستورية والقانونية الوحيدة للوصول للسلطة. تحب توصل للسلطة؟ فوت عن طريق الصندوق، لا عن طريق الانقلابات، ولا عن طريق الوساطات، ولا عن طريق شراء الضمائر، ولا كذا. طبعا لما نتكلم على الانتخاب باعتباره انتخاب نزيها وشفافا، وهذا ما نرجوه. ولذلك انا شخصيا نشوف في هذه المنافسة الرئاسية بانها لا محالة تشكل محطة، لا اقول فاصلة، وانما محطة تترك اثارها في هذه التجربة الديمقراطية. من منطلق واش؟ مجموعة من المنطلقات. أولا بأنه لأول مرة عندنا ثلاث مترشحين، كل مرشح من هؤلاء إلا ووراءه تنظيم سياسي يعني عريق. ناخذ لفافاس ماهوش من البارح، ناخذ حتى حماس، يعني تنظيم محكم له من التجربة، من الخبرة، من الأطروحات النظر، نتفق معه ولا نتفق هذا موضوع آخر. ونفس الشيء بالنسبة للمترشح الحر، وراءه مجموعة من الأحزاب، مجموعة من التنظيمات والمنظمات المدنية. ولذلك أنا ما أمل أن يكون التنافس تنافس برامج على برامج، وأن يكون، لأنه لما نتكلم على مشاركة المواطن، ولا أقول القضاء على العزوف، لأن ظاهرة لا تنفرد بها الجزائر فقط، إنما موجودة حتى في أرقى الديمقراطيات الموجودة الآن، ولكن على الأقل تخفيف من هذه الظاهرة في الجزائر. وهناك فرق، خليني نقول لك، بين العزوف وبين المقاطعة. مقاطعة هي موقف سياسي مبني على مجموعة من المعطيات، أما العزوف ففي الغالب يكون نتيجة لعدم اللامبالاة من جهة، أو عدم الاهتمام، يقولك نروح ولا ما نروحش، ما عندي ما ندير. راهي وبينا للأسف هناك بعض الجهات بدأت تروج بأنه قال الفائز في هذه العملية معروف ثتني. وأنا سمعت بعض الكلمات من بعض الجهات المغرضة، قال لك يجب أن نتحدث عن المركز الثاني وليس عن المركز الأول. شوف يعني كيفاش الناس تباناليزي الأمور، كيفاش الناس تضرب به الطرق هكذا، يعني قد تبدو بدائية ولكنها تصل إلى. لذلك نقول أنا بأن المسؤولية تقع أساسا على عاتق هؤلاء المترشحين، خليني نكون واضح في المجال هذا، من خلال ما يقدمونه من خطاب انتخابي واحد يجب أن يكون في المستوى، في مستوى التحديات، في مستوى الطموح، في مستوى الأمل، ومن خلال أيضا ما يتضمن هذا الخطاب الانتخابي أيضا من أطروحات لبدائل معينة. لا يكفي مثلا، وهذا مش انتقاد ولكن كمساهمة في إثراء النقاش، أنني نتحدث على إصلاح الهيئات المحلية. كل من بين القضايا المطروحة الآن حتى بالنسبة للعهدة الرئاسية الحالية هي إصلاح قانون البلدية وقانون الولاية، لإعطاء دور أكثر فعالية، أكثر أهمية، أكثر كذا بالنسبة لهؤلاء المنتخبين المحليين. واحد واثنين أيضا لكي تلعب هذه الهيئات المحلية المنتخبة دورها في مجال التنمية المحلية. وثلاثة لكي تصبح أو تبحث عن موارد مالية لتمويل نشاطها. عندنا 1451 بلدية على المستوى الوطني، 80% من هذه الهيئات المحلية تعيش على مساعدة الدولة. إلى متى؟ لذلك نقول بأنه أي إصلاح إداري عميق لابد وأن يكون يرمي يهدف إلى أن تصبح هذه الهيئات المحلية ك
كأداة كوسيلة لخلق الثروة للمشاركة في خلق الثروة على الأقل لتمويل نشاطاتها على المستوى المحلي. نعم، منذ قليل استمعنا إلى خطاب يوسف أوشيش تحدث عن العديد من النقاط التي سيلتزم بها الحزب، هي إعطاء صلاحية أكثر للبرلمان، إطلاق معتقلي الرأي عن طريق عفو رئاسي، تحدث أيضا عن إصلاح جذري للجماعات المحلية، رفع الأجر القاعدي، تسقيف أسعار المواد وسعة الاستهلاك، تفعيل التقاعد المسبق، رؤية شاملة للنهوض بالاقتصاد، يعني العديد من النقاط اللي تهم مباشرة المواطن. تحدث أيضا عن حملة انتخابية عصرية يعني تليق بالوعي المجتمعاتي، يعني كيف ستقومون بإقناع هذه المواطنين بهذه النقاط عن طريق هذه الحملة الانتخابية العصرية التي تحدث عنها يوسف أوشيش؟ إذن احنا من خلال هذا البرنامج ومن خلال هذه الانتخابات سنحاول، هي فرصة أيضا للاتصال بالجزائريين والجزائريات. إذا إلى جانب الوسائل القادمة بين قوسين على كل حال للدعاية الانتخابية وهي التجمعات والخراجات الميدانية، اليوم كاين ما يسمى بالريزو سوسيو، يعني اللغة العربية الشبكات الاجتماعية، لها أهمية بالغة لأنه الشباب تاعنا يهتم كثيرا بهذه الوسيلة. احنا في الحملة الانتخابية تاعنا وفي مديرية الحملة الانتخابية عندنا قطب كامل يعني خصصناه وعطيناه له أهمية كبيرة باش نحاول توصيل الخطاب تاعنا والمشروع تاعنا والاقتراحات تاعنا للجزائريين والجزائريات ولا سيما منهم الشباب. إلى جانب أيضا لأنه لا يخفى على الجميع أنه رانا يعني في شهر أوت ماشي احنا اللي اخترنا، كاين ظروف اللي جعلت بالانتخابات يعني والحملة الانتخابية تصرف في شهر أوت. إذا شهر أوت يصعب على كل حال فيما يتعلق بالتجمعات، يعني هناك واعيين باللي يعني هناك بعض المشاكل في تجنيد المواطنين ليس في التجمعات، لكن احنا سطرنا برنامج في الحملات التحسيسية الميدانية عبر الأسواق عبر حتى الشواطئ، لأنه اليوم رانا في يعني شهر أوت، هناك شباب في جميع الولايات وين يعني يديروا حملات مع الإطارات تاع الحزب، وين يعني نعطيو المواطنين دي فلاير كما يسموهم، وين كاين يعني الاقتراحات اللي درناها، لأنه عندنا برنامج فيه أكثر من 70 صفحة، لكن قمنا الاقتراحات الأساسية، هناك أكثر من 30 اقتراح راح نقدموه لهؤلاء الجزائريين ونفسروا كيفية أيضا الوصول أو تجسيده في أرض الواقع. نعم، شكرا لك أستاذ مزياني. ينضم إلينا الآن عبر المباشر زميل صابر عواز المتواجد أمام منزل الراحل محفوظ نحناح. مساء الخير صابر. صابر، هل أنت في الاستماع؟ نعم زميلتي نادية جمادي، نحن في الاستماع. صابر، كيف كان ربما اليوم الأول لمترشح أو مرشح حركة حمص؟ نعم زميلتي، كما شاهدتم انطلقت الحملة الانتخابية في يومها الأول، ومنه حملة مترشح حركة حمص عبد العالي شريف حساني. الانطلاق كان من مقر الحزب أين تنقل وفد حركة مجتمع السلم على رأسه المترشح عبد العالي شريف حساني، أين عرج على أماكن. أولا عرج على بيت إلياس دريش عضو مجموعة 22 المفجرة للثورة، ثم بعد ذلك انتقل إلى مقام الشهيد، وبعدها إلى ساحة حرية التعبير أين قام بوقفة هناك، ثم بعد ذلك إلى ساحة البريد المركزي أينما قام بوقفة هناك، ثم انتقلنا مشيا على الأقدام مرافقين لوفد المترشح عبد العالي شريف حساني وهو في مقدمته، وصولا إلى
وصولا إلى ساحة الشهداء، أين قام بتجمع، قام بعمل جواري هناك وألقى كلمة في عمل جواري، أكد من خلاله على أن مشروعه الرئاسي أو برنامجه هو فرصة للجزائريين وللجزائريات لإحداث تغيير وضمان مستقبل أفضل للجزائر وفي شتى المجالات، في السياسة، في الاقتصاد، وفي جميع مناحي الحياة. شريف حساني بعد ذلك انتقل إلى ميناء الجزائر، أين قام بوقفة هناك أيضا وقدم معلومات حول محور الاقتصاد في برنامجه الانتخابي، ووعد بتحسين محاور الاقتصاد في الجزائر والعمل على الخروج من التبعية لقطاع المحروقات وإصلاح النظام المصرفي والنظام المالي وعديد القطاعات الرئيسية والتي تعتبر عمود الاقتصاد الجزائري. بعد ذلك انتقلنا مباشرة إلى هنا الآن، حيث نتواجد في مكان في مقر الأب الروحي لحركة مجتمع السلم ومؤسسها الشيخ الراحل محفوظ نحناح، في انتظار وصول مترشح أو مرشح حركة حمص والمترشح للرئاسيات عبد العالي شريف حساني، أين هنا سيلاقي محبي ومناضلي حركة مجتمع السلم في معقلها وفي معقل شيخ الوسطية والاعتدال الشيخ محفوظ نحناح الذي له رمزية كبيرة. اختيار مرشح حركة حمص والمترشح للرئاسيات عبد العالي شريف حساني لهذه النقاط هو دلالة ورمزية ورسائل أراد أن يوصلها للشعب الجزائري وللناخبين من المواطنين لضمان استمالة أصواتهم وضمان التصويت له خلال امتحان 7 سبتمبر 2024. وبذلك يكون عبد العالي شريف حساني قد انطلق في حملته الانتخابية في يومها الأول كما ذكرت لك زميلتي نادية بزيارته لهذه المواقع وهذه الأماكن كرمزية وكرسائل أراد من خلالها إيصال محور ونية برنامجه الانتخابي الذي سيخوضه طوال 3 أسابيع كاملة. نعم شكرا لك زميل صابر عواز على كل هذه التوضيحات. أعود إليك أستاذ لوراري، ربما ما الذي يمنع منعا باتا على المرشحين أنفسهم لرئاسيات القيام به خلال هذه الفترة خلال الحملة؟ ما منعه القانون الذي يمنع عليهم؟ نظن خطاب، ذكرنا الموانع، خطاب الكراهية قلنا ممنوع، خطاب التمييز المبني على التمييز ممنوع، المساس بمجموعة من الثوابت الوطنية ممنوع من أن باتنا أثناء هذه الحملة الانتخابية، الإساءة لرموز الدولة الجزائرية ممنوع، كل ما يصب في اتجاه التقسيم، التفريق، التشكيك، في التشكيك سواء في رموز الثورة أو في تاريخها أو في مقوماتها الشخصية الوطنية لغير ذلك ممنوع. بعض الممارسات أيضا ممنوعة التي قد تهدف إلى التشكيك أو الترويج لخطاب تطبيق، كيف يقولوا، ضرب العزائم إلى غير ذلك، هذا بالنسبة للخطاب. لهذا نظن أننا لا يمكن أن نتحدث عن خطاب انتخابي راقي معبر فعلا عن برنامج المترشح هذا الذي يجب أن يعكس، كان قبل أن يتكلم ممثل الأففاس، يعكس طموحات وأمال الجماهير الشعبية. إلا من خلال التقييد بالضوابط التي وضعها الدستور وجسدها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. نعم. الانتخابي. نعم. أعود إليك أستاذ مزياني وعن إدارة الحملة الانتخابية لمرشحكم يوسف وشيش، يعني إدارة الحملة تكون فيها رسالة لمرشح الحزب للمواطنين، يعني ما هي رسالة الأففاس؟ إذن رسالة الأفس هي رسالة أمل لكل جزائري وجزائريات، هي رسالة من خلالها نقول عبر هذه الانتخابات يمكن التغيير، التغيير الجذري لتسيير البلاد
لأنه حتى الشعار تاعنا هي رؤية، يعني رؤية جديدة لما سيرناه من قبل، وهذه الرؤية جسدناها كما سبق وأن أشرت عبر برنامج ثري، برنامج يعني جاء باقتراحات عملية تمس كل القطاعات كما أشرت بالجانب الإصلاح المؤسسات، تكلمنا على وهي هو شيء هام جدا، تكلمنا على إصلاح العدالة، العدالة شيء هام جدا، إصلاح العدالة عن طريق إعطاء لها استقلالية أكثر بما فيه اليوم، لأنه اليوم تكلمنا على الفصل بين السلطات، لأن السلطة اليوم هناك السلطة التنفيذية هيمنة عبر للسلطة التشريعية والسلطة القضائية. احنا من بين اقتراحات تاعنا واللي قدمها المرشحنا الأخ رفيق يوسف أوشيش هو تعهد بالفصل بين السلطات عبر إصلاحات جذرية لبعض القوانين لتعطي أكثر صلاحية سواء للبرلمان أو للسلطة القضائية. أيضا فيما يتعلق كما أشرت فيما يتعلق في الجانب الاجتماعي، قلنا الحد الأدنى للأجور احنا كنا نرفعه إلى 40,000 دينار، نفس الشيء بالنسبة لمنحة يعني ستمس كل الجزائريين 20,000 دينار، نفس الشيء لإصلاح في الجامعة فيما يتعلق بليزوفر سوسيال يونيفرسيتير، وين قلنا لازم يكون هناك إصلاح عميق لهذا. إذن هناك الكثير والكثير من ربما سؤال أخير فقط أستاذ مزياني، الولايات المستهدفة وهل هناك برنامج خاص بالجالية الجزائرية في البهجر؟ نعم، على كل حال احنا حتى في هذا الجانب احنا تمنينا لو كان يكون يعني الحملة الانتخابية ماشي 21 يوم، 21 يوم لبلد قارة مثل الجزائر يستحيل لأي مرشح أن يعني يمس 58 ولاية، لكن احنا شطرنا برنامج أين يعني سيحاول مرشحنا أن يمس أكبر عدد من الولايات، والولايات الأخرى سيتم يعني أيضا نروح لها عبر سواء المديريات الجهوية أو الولائية أو المديرية الوطنية. نفس الشيء بالنسبة للمهجر، عندنا يعني مديرية حملة انتخابية في المهجر وين سيكون لنا أيضا هناك لقاءات وخرجات ميدانية وجوارية في المهجر أيضا. نعم، شكرا لك الأستاذ إبراهيم زياني مدير ديوان المترشح لرئاسيات على الأفافاس يوسف وشيش، شكرا جزيلا لك سيدي. والشكر موصول للأستاذ في القانون الدستوري الأستاذ رشيد لوراري، شكرا على كل هذه التوضيحات.